استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصخير اللواء زاك ستينينغ قائد أكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة الصديقة بمناسبة زيارته للمملكة ورحب صاحب الجلالة الملك المعظم بقائد أكاديمية سانت هيرست منوها بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده من تطور وتنام في كافه مجالات العمل المشترك بما يعزز الاهداف والمصالح المتبادله واشاد جلالته حفظه الله بكليه ساند هيرست العسكريه وعراقتها ودورها في تخريج العديد من ضباط قوه دفاع البحرين من هذه الكليه المميزه واكد جلالته حرص مملكه البحرين على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات السياسيه والاقتصاديه والدفاعيه والامنيه بما يعود بالخير والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين واشاد جلاله الملك المعظم بالدور الايجابي الذي تقوم به القوات البريطانيه والقوات الامريكيه بمشاركه دول المنطقه في الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقه وفتح وحمايه حريه الملاحه البحريه في الممرات الدوليه ومنع التصعيد العسكري مشيرا الى اهميه تكريس ما تضمنته اتفاقيه التكامل الامني والازدهار الشامل بين مملكه البحرين والولايات المتحده الأمريكية من مبادئ للتعاون الاستراتيجي الشامل حفاظاً على أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها وبحث جلالة الملك المعظم واللواء زاك مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وزيادة حدة التصعيد العسكري مؤكدا جلالته على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين والدفع بجهود إحلال السلام الدائم والشامل القائم على حل الدولتين بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها لصالح جميع شعوبها ووقف التصعيد في لبنان والحفاظ على سيادته واستقلاله وسلامه اراضيه من جهته اعرب اللواء زاك عن شكره لجلاله الملك المعظم على ما لقيه من حسن الضيافه والاستقبال مشيدا بالحرص والاهتمام الذي يوليه جلاله الملك المعظم لتقويه وتوطيد علاقات الصداقه التاريخيه بين البلدين منوها بمواقف مملكه البحرين التي تدعم كافه الجهود الهادفه الى الحفاظ على الامن والاستقرار الاقليمي